استؤنفت صباح اليوم حركة عبور شاحنات المساعدات والمواد البترولية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح البرية في اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث دخلت اليوم 70 شاحنة مساعدات وعشرة شاحنات وقود. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لازلنا نتابع معكم كافة الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم ما شاهدناه يؤكد أن هناك تدفقا ملحوظا لعدد المساعدات التي اتجهت من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عبور 95 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ودوائية، هذا بالإضافة إلى أن وجود هناك عدد من الشاحنات التي تحمل خزانات للمياه والرز والطحين. وهنا نذكر الطحين لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع القليلة الماضية كانت تتعمد وبشكل قاطع رفض دخول هذه الشاحنات التي تحمل دقيق إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى أن هناك عبور لعشر شاحنات تقريبا من الشاحنات التي تحمل محروقات أو مشتقات للبترول، ومنها أربعة للغاز وستة للسولار. هذه الشاحنات بالفعل من قام بتفريغ حمولاته وصل إلى 60 شاحنة، وهذه الشاحنات عادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. إذن نتحدث عن عبور حوالي أكثر من 100 شاحنة أو 105 شاحنة، هذا العدد يعني قليل جدا وضئيل جدا لما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يحتاج إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا. إذن نحن نتحدث تقريبا عن خمس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من الشاحنات التي المفترض أن تتجه إليه يوميا. أيضا على مستوى التصعيد العسكري اليوم شهد معبر رفح من الجانب الآخر يعني عدة ضربات جوية، سمعنا ذوي انفجارات قريبة من المكان الذي نقف إليه الآن ونحن على مقربة من الجانب الآخر من معبر رفح. هذه الضربات استهدفت الجهة الشرقية من المعبر من الجانب الفلسطيني، وهذه الناحية هي التي يعني نزح إليها الآلاف من الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن أعزائي المشاهدين، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.